السلام عليكم ورحمة الله الإخوة الكرام، تحياتي لكم أخوتي أينما كنتم، مرحبا بكم معنا اليوم إن شاء الله. اليوم أخوتي غندير واحد ميني بلوك مع واحد الأخ من دوار بوزيد إن شاء الله، سميتو منصور. احنا إن شاء الله غادي عنده دوار بوزيد إن شاء الله هنا في النواحي ديال شراردة. مرحبا بكم معنا أخوتي إن شاء الله، بعث له واحد العود ونشوفوا العود نعبروه ونديروا معكم واحد ميني بلوك وشاركوا معايا أخوتي. مرحبا بكم دوار ولاد بوزيد، ولاد بوزيد مرحبا، تحياتي ولاد بوزيد، تحياتي لخويا لطفي، وتحياتي زنيقة ولاد زنيقة، والقين تا هو، تحياتي لك اخويا القين، مرحبا بك. المهم الاخوان انا وصلت للدوار، دابا جيت عند الاصدقاء ان شاء الله اللي جاو عندي للدار. منهم هذا الاخ هذا، تحياتي لك، مرحبا بك معنا، مرحبا بك مع المشاهدين ديالي ان شاء الله. وهذا الاخ حتى هو تحياتي لك، بعدا قول لي الاسم ديالك. عبد العالي. تبارك الله عليك، السميه العزيزه. والمنطقه؟ المنطقه ديال الليدو. الليدو الليدو ان شاء الله. تبارك الله، مرحبا بك. الله يسلمك. مرحبا بك. وانت اخويا طه؟ طه، تحياتي لخويا طه. اخوتي هذا اللي جا مع الاخ اللي شرى مني العود دابا، وهذا كيوقف حدا العود قال لي الله يبارك خذ العود. تبارك الله، تبارك الله، العود يسخر. والهضره اللي قلتي لي كاينه العود راه باين في المحرك، الله يعطيك الصحه. وقلت لكم انا عيب البحيره تفتاش، الله يعطيك الصحه. ولا لا حاشمنا الهضره اللي قلتي هي اللي كاينه، الله يعطيك الصحه، راه العود باينه. ان شاء الله اخوتي غادي نوريكم العود ان شاء الله، وغنوريكم الاخوان. وهذا الاخ هذا راه تيكون معايا ديما في السوق. تحياتي لجميع المغاربه داخل المغرب وخارج المغرب، تحياتي للبارديه والله يحفظ الجميع، وتحياتي للمقدمين للمغرب. تحياتي لكم اخوتي. تحياتي لك اخويا. الاسم ديالك سفيان. تحياتي لسفيان. تقرا خويا سفيان؟ ضروري. تحياتي لك. هذا اخوتي سفيان، الدوار ديالكم شنو سميتو؟ دوار ولاد بوزيد شراردة. انتم اخوتي سمعتوا، دوار ولاد بوزيد شراردة، الناس اللي في الخارج ولا هذا وشاهدوا هاد الدوار ديالكم انا جيت له. نواحي فاس، نواحي فاس. تحياتي لكم. مرحبا، غنوريكم العود ان شاء الله، مرحبا بكم. تحياتي لكم اخوتي. هاد العام راه زين اخوتي، شوفوا الصابة كي جات. الله يبارك. شوف اخوتي تولعوا معنا، الله يكمل على الجميع. هانتوما اخوتي شوفوا تبارك الله الزرع ديال السبوله، الله يبارك، الله يكمل عليهم. شوفوا تبارك الله الخيرات، الله يبارك، تبارك الله وصلى على النبي. تحياتي لكم اخوتي ان شاء الله. اخوتي هما جايين. تبارك الله على المقدم. الله يحفظك عبد العالي. وتحياتي لك، وراك جيتي بسرار، والله يسخر لك، والله يتاوي خوتكم، والله يخليكم ديما الفوق الفوق. وبغيتوا هاد المنطقه تزيدوها لقدام، الله يزيدكم لقدام تانتوما. اشوف الراجل تبارك الله كبير وكيتقاتل، بغى القبيله تكون راني عارف هادشي كله، كتجيبوا النفس على القبيله وديال جدودكم، وتا القبيله بغيتو تدعموها وتقعدوها وتبان وما يكون غير الخير. وان شاء الله راه مقدم كاع اسفل وما يكون غير الخير، وغادي تكون شوف غايشوفوا اسفل تا هما غايسفلوا ان شاء الله. نطلبوا الله يوفقكم. هذا اخوتي العود اللي بعت للمقدم هو هذا البرقي، الله يبارك. هانا قدم لي راسك. تحيات منصور بوشتا، دوار ولاد بوزيد، كيلتمي لجمعية ألفة شراردة بوهوان، جماعة عين البيضاء. جماعة عين البيضاء. تحياتي لك. نتمناو إن شاء الله نزيدوا لقدام بالفروسية التقليدية. إن شاء الله. الله يرحم لك الوالدين. وهذا العام غتشارك المقدم. غتشارك إن شاء الله. واه عشان نقول لك، والله لا يخطيكم وصافي. سي عبد العالي الله يخلف عليه هو اللي أتاني بهذا العود. وربي سبب ربي. الله تبارك وتعالى هو اللي رزقك هذا العود. سبب الله سبحانه وتعالى. ودرتي النية. ودرتي النية. وهذا الاخ عبد العالي اللي هو اللي اتاني بهذا العود، والله يسخر لكل مسلم. يا ربي امين. هانتوما خوتي هالعود، هالعود اللي بعت لهذا الاخ، وكنبيع له الصلاح، كنقولها امام العالم. كنبيع له الصلاح، وان شاء الله الرحمن الرحيم نتمناو هاد الدراري ديال القبيله كلهم ان شاء الله يفرحوا معاه وينشطوا معاه ويتسنطوا له ويكونوا عند حسن الظن ان شاء الله. ومازال ان شاء الله في المشاركه اخوتي غنبين لكم هذا المقدم ان شاء الله. ان شاء الله هو هذا الاخ ديالو. تفضلوا، مرحبا بكم. هانتوما اخوتي البرقي دنجالي هو هذا الغليظ، مرحبا. الله يسخر له، الله يدخلوا على القبيله بالصحه والسلامه.
الله ما شاء الله. اللهم عندك هيك مقاسو تبارك الله ما شاء الله عليكم، تبارك الله ما شاء الله. تبارك الله. أخليك جي عندي شوية مقدم. أرسا تبارك الله الجمهور الكريم، تحياتي لكم أخوتي أينما كنتم. احنا إن شاء الله جينا عند المقدم ديالنا وريناكم إن شاء الله واحد المحرك ولا جوج إن شاء الله، ولا نزيدوا شي محركات. نزيدوا إن شاء الله شي محركات وغنشارك معكم كل شيء إن شاء الله. هو هذا العود ديال البرقي ديال المقدم، الله يدخلوا عليه بصحيحة والسلامة على القبيلة كاملة، ونتمنوا من الله إن شاء الله يكونوا من الناس الفائزين إن شاء الله. الله يسخر لهم عبد علي. والله العادي إلا كيتقاتلوا مساكن باش يكونوا باش كي باش كي كيبغيو القبيله ديالهم، كيشرفوا القبيله. هادو راه كيديروا هذا الشيء على القبيله ديالهم باش يبانوا تف. ما علاش لا ما يدخلوش لدار السلام حتى هما بحالهم بحال الناس. لونترينمون كيترينيو ان شاء الله ما يكون غير خير. كاين اللي عنده والله الدراري راه ما كيترينيو ان شاء الله يوجدوا الخير ان شاء الله وما يكون غير خير ان شاء الله. هذا الاخ ديالي عبد العالي تبارك الله، فين هو؟ ها هو كيقول لي شري هذاك. لا 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 هذا هو اللي جا وهذاك. قول له فين راه عاودك عبد العالي؟ انا عبد العالي ايوا فين راه عاودك؟ تبارك الله ما شاء الله. هاتم اخوتي، هذا الاخ ديالو حتى هو خو المقدم، هذا خوه الله يتاوي خوتهم، هذا الولد ديالهم. وهاد الناس اخوتي غير الخوت بيناتهم كيتقاتلوا باش بغاو يبينوا الدوار ديالهم والقبيله والقبيله كامله. وتحياتي لكم والله العظيم الى برافو عليكم. تحياتي لكم ودرتوا فيا الثقه حتى انتوما ثقوا فيا وشراو مني. تعال عليهم سيدي ها هما دو خوتي طالعين غير بيناتهم. تبارك الله المقدم. تحياتي لك اخويا. اقول لي اخويا دابا عبرتي العود. كي جاك العود اخويا؟ ناضي صافي دازت تجاره دازت. الله يسخر لك، الله يربحك، الله يربحك، الله يربحك اخويا، الله يربحك. هادو ثلاثه ديالنا حنايا. تبارك الله اجري لك. الله يربحك اخويا، الله يدخل عليك بالصحه والسلامه وعلى القبيله. الله يحفظك اخي عبد العالي، القبيله الله يبارك فيك. ان شاء الله تبارك بحياتك كلها. الله يخصك، الله يرحم لك الوالدين، يحفظك وراحتك. الله يبارك فيك. الاخوان انا هنا ربحتو، هنا الكماله ديال التجاره كملت مع هذا الراجل. الله يسخر لك، الله يبارك لك، الله يرحم الوالدين. الله يخليك. الله الرحمن الرحيم، قبلوا علينا. راه غير ميني فلوك حيت السيد بعنا له العود، وراك عرفتي بغينا نصور لكم داك الشيء اللي درنا وصافي باش تعرفوا بالله. راه احنا كنبيعوا لعباد الله داك الشيء الصلاح، الا ما كان الصلاح ما احنا براسنا ما نبغيوش شي حاجه لينا خايبه. نطلبوا الله اللي حاشمنا مع اي واحد. تحياتي لكم اخوتي، راه قربات المغرب والله يعاونكم، ورمضان كريم على الجميع، وتحياتي للمغاربه داخل الوطن وخارج الوطن. تحياتي لكم اخوتي، تحياتي لكم.